طريقة اختبار طرمبة البنزين بسهولة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحلقة دي ان شاء الله هنتكلم فيها على موضوع ضعف السيارة. ضعفها امتى؟ ضعفها تحديدا على السرعات العالية. يعني انت بتوصل بيها من 0 ل 60 عادي ماشي بيها في الطرق داخل المدينة مفيش مشكلة. لو هتطلع على طرق سفر تبدأ بقى في بطء عشان توصل 100 بتغيب، 120 اكتر، 140 بقى تحس ببطء. جوه السرعات البطيئة مفيش مشكلة. طب ايه الحل؟ هل سدد في الفلتر البنزين، بواجب، الكلام ده كله سليم، هيتبقى عندنا طرمبة البنزين. في الحلقة دي ان شاء الله احنا هنشوف الطريقة الفنية السليمة لمعرفة هل المشكلة في طرمبة البنزين نفسية ولا في اللي هو منظم الضغط. في طبعا نوعين، واتكلمنا على واحد قبل كده اللي هو منظم الضغط اللي هو الخارجي اللي فوق مسطرة رشاشات. هنشوف الحلقة دي ان شاء الله اللي هو المشكلة الخاصة بمنظم الضغط اللي جوه طرمبة البنزين. طيب هل بقى المشكلة في الطرمبة نفسها ونغير ولا بنجيب البلف ده او طيب هنشوف بقى الطريقة الفنية ازاي واحدة واحدة كده نفهم ازاي دي المشكلة في طرمبة البنزين ولا في منظم الضغط. طبعا اللي هنعمله الفحص اللي هنعمله الاول، المفروض انت بتروح لفني عنده اجهزة فحص، يعني ما ينفعش تقول له العيوب يروح جاي فاكك الكنبه الخلفيه وفاكك الدنيا وقاعد يفحص ويحط ايديه على ترمبه البنزين ويقول لك الضغط سليم. الكلام ده طبعا غلط، وانت اللي بتدفع ثمن الخطا ده، يعني بتجيب قطع غيار على الفاضي انت بتدفع الفلوس دي من جيبك. نشوف مع بعض طريقه الفحص. اول حاجه هنفحص ترتيب كده ايه السحب الترومبة للكهرباء، هنشوف بتاخد كام امبير. طبعا عندي هنا الفيول بامب اهي، ده الريلي او الكتاوت اللي هو ده الفيول بامب. واحد اتنين واحد اتنين اهو، تمام. اتعلمنا ازاي نفهم الريلي ده دي شغال ولا لا، والكلام ده كله في حلقات قبل كده، سايب اللينك بتاعها في صفحة الفيس. هنجيب الافوميتر الخاص بينا، هنوصله على وضع الامبير، هنجيب المؤشر على 10 امبير، تمام، ونوصل القطبين دول كده اهو، واضح طبعا كده. طبعا كده واضح الطرفين واصلين. اعطاني كام؟ 4 امبير. لما تشوف بقى مع التشغيل هينزل امبير ولا هيزيد، شوف كده مع بعض. المفروض الضغط السليم من 5 ل 6 امبير في السيارات الصغيره اللي هي الاربعه سلندر. معنى كده ان انا عندي تفويت او ضعف في الضغط بسيط، يعني دي 4.5 امبير المفروض يبقوا على الاقل 5 امبير، فمعنى كده في انا جزء عندي في الضغط ضعيف، في تفويت بسيط في ضغط طرمبه البنزين. هنشوف بقى ايه بقى المشكله دي جايه من ايه. هنبدا نفك غطا اللي واصل بطرمبه البنزين. تخلي بالنا طبعا من توصيلات الكهرباء، طبعا ده بيبقى تحت دايما الكنبه الخلفيه. طبعا ده يعني اغلب السيارات بالشكل ده. في 3 فتحات، الفتحه الاولى اللي هي طالعه من الترومبه مباشره هتدخل على الفلتر، او لو الفلتر داخلي فيبقى داخل على طول على وصله بمسطره رشاشات. في الحاله دي وصل الاول بالفلتر، وبعد كده البنزين بعد ما يتفلتر زي ما احنا شايفين كده هيطلع، هيوصل المفروض على طول على مسطره الانجكتور او الرشاشات. ولكن في النص زي ما احنا شايفين في وصله اهي، دي خاصه بيه اللي هو صمام ضغط البنزين منظم الضغط.
ده بيبقى عمودي على الخط اللي رايح او ذاهب لمسطرة الرشاشات، عشان لو في ضغط بنزين زيادة البلف ده بيفتح ويرجع البنزين جوه التانك. اللي انا شاكك فيه البلف ده او المنظم ده، المنظم ده ممكن يكون مفتوح فتح جزئي، وبالتالي يكون ضغط البنزين، انتوا شايفين ازاي واصل، ازاي واصل على الخط بنزين اللي واصل للمحرك. في منه انواع بيبقى المنظم ده على المسطرة، يعني جوه غرفة المحرك نفسه. اللي انا هعمله دلوقتي هنوصل ساعة الضغط من ترمة البنزين مباشرة على الخط، وبعد كده هتمشي مباشرة لمسطرة الرشاشات او الانجكتور. اللي انا هعمله دلوقتي هفك طلوع البنزين بالترمبة وهوصل في النص عداد الضغط. انا شغلت المحرك بتاعي على الايدل، العداد ده عاطي 60 بي اس اي. العداد ده او الساعة دي بتقرا زيادة فيها، هي مشكلة بتقرا 20% زيادة. فلو انا طرحت 20% من البي اس اي، كتالوج المواصفات بيديني 49 زي ما احنا شايفين بي اس اي. فمعنى كده الترمبه ضغطها سليم تماما، ما فيهاش اي مشكله. فيبقى دلوقتي انا عندي مشكله غالبا في منظم الضغط. هنرفع الار بي ام وهنشوف الضغط ده هينخفض ولا لا. نشوف بقى مع بعض. هو انا اسف حصل مشكلة في التصوير في الجزء ده، ولكن اللي حصل لما زودنا الار بي ام ل 2000 لفة الضغط ثابت، بعد كده بدأ ينزل بشكل بسيط وثبت، فغالبا المشكلة في منظم ضغط البنزين. الاختبار بتاعنا هيقوم على ملاحظة حساس الاوتو سنسور، حساس العادم، حساس الشكمان. النوع ده اللي هو النيرو باند، النوع الشائع في السيارات، هو كده بيبقى شغال ويف طالع نازل. تحت اللي هو القمم اللي تحت معناه ان البنزين قليل فقير في خليط الوقود. القمم اللي فوق لما يبقى طالع فوق معناها ان في بنزين غني في خليط الوقود. هنشوف بقى الاختبار بتاعنا امتى البنزين يبقى واطي وامتى يكون عالي. هنختبر ازاي؟ زي ما احنا شايفين نضغط على دواسة البنزين على الاخر فجأة ونشيلها، على الاخر ونشيلها بشكل متقطع زي ما احنا شايفين كده. هنبدأ الاختبار بتاعنا. طبعا المحرك ساخن وفي درجة التشغيل العادية. طبعا الويف في الايدل شغال سليم زي ما احنا شايفين بقى. طيب هبدأ بقى اعمل السناب او الضغط المفاجئ. هنشوف بقى اللي هيحصل. شايفين اللي حصل؟ خليط، نسبة البنزين في الخليط نزلت ازاي؟ بقى خليط فقير. لما بطلت التيست خلاص نزل بقى على الايدل عادي. شايفين؟ راجع تاني يشتغل الحساس بشكل سليم طالع نازل. طب انا هزود الار بي ام في الجراف عشان شايفين بقى التناسق بينهم ازاي. اللون الاخضر ده حساس الاكسجين، اللون الاحمر الار بي ام. ماشيين مع بعض مفيش مشكله. الاحمر اللي هو الار بي ام، الاخضر حساس الاوتو سنسور، حساس العادي. لما هنعمل السناب بقى نشوف ايه اللي هيحصل بقى. شايفين نسبه الاوتو سنسور؟ شايفين نزل الاخضر تحت ازاي؟ الار بي ام عالي. نسبه الوقود شايفين بقت تحت والار بي ام عالي. واحد يقول لي طب هو الار بي ام بيعلى ازاي والبنزين قليل؟ هو في بنزين وفي نفس الوقت المحرك ما فيهوش حمل، انا واقف السياره واقفه، انما لما السياره تمشي يبدا بقى تحس بعزم ضعيف، مفيش تسارع. بدلنا منظم الضغط اللي كان فيه المشكله، وهنعمل الاختبار التاني ونشوف حساس الاوتو سنسور او حساس العادم قراياته هتختلف عن الاول ولا لا. طبعا ده كده في الايدل مفيش مشكله، طالع نازل والخليط متوازن ما بين الغني والفقير، يعني البنزين متوازن ما فيهوش مشكله. هنبدا نعمل السناب تيست بقى ونضغط فجاه. شايفين بقى اللي بيحصل؟ شايفين نسبه البنزين زادت ازاي في العادم عشان يديني التسارع اللي انا طالبه. لما نوقف الاختبار يرجع تاني الاوتو سنسور يشتغل او الخليط يتوازن تاني. انا دلوقتي هنحط معانا في الاختبار ده اللي هو عداد او الرسم الخاص بايه الار بي ام. هنشوف بقى الجراف او الرسم الباين هيبقى ازاي مع بعض. في الايدل مفيش مشكله،
اللون الاحمر ده الار بي ام، واللون الاخضر ده حساس العادم، في توازن وتناغم مع بعض. هنعمل السناب او الضغط المفاجئ او التسارع المفاجئ. شايفين اللي هيحصل بقى؟ شايفين الار بي ام والحساس العادم الاتنين بقوا فوق. شايفين ماشي ازاي؟ البنزين عالي في الخليط والار بي ام عالي. نشيل رجلينا، يرجع الايدل، الار بي ام زي ما احنا شايفين نازل عند 800 لفه، والاوتو سنسور بدا ياخد الشكل الزجزاج طالع نازل. يبقى كده انا عندي البلف او المنظم الضغط شغال بشكل سليم. هنعمل تاني التست. شايفين البنزين زاد والار بي ام زاد معاه بشكل سليم. زي ما شفنا طريقه الفحص. طبعا انا في الفيديو ده استعملت اللي هو الفيشه البسيطه اللي زي دي، اللي هي شبه الفيشه الزرقاء، يعني ممكن اي حد يستعمل، مش حاجه صعبه، جهاز بسيط جدا بيتباع على امازون سوق اي حته. يعني دي طريقه الفحص الفني اللي انت باقل التكاليف وادق النتائج تطلع بالعيب بالظبط فين، وتقدر نتغلب عليه ونصلحه. بس ونشوفكم في حلقة جاية بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله.